أوامر التعديل اللي شفناهم بالقسم الأول يعني صنفوا أن الأوامر بسيطة، هلا رح ناخذ أمور معقدة أكثر من اللي شفناها من قبل. أول شيء هلا أنا إذا عندي بوكس، طبعا إحنا أي كبسة بزر اليمين على السهم ترجع لي للصفر، الأسهم اللي على اليمين، فعندي بوكس مقطع بالشكل هذا، في عنا أمر بحول لي إياه لجوائز شبكية نستعمله معدنية وهالامور هاي. فعنا امر اسمه لاتس اللي هو بما معناه جائز شبكة، اول ما نضيفه بلاحظ الجسم تحول عندي لهالشكل هذا. طبعا منين عم ياخذ هو التقطيعات هاي؟ حسب مين؟ حسب سيجمنت. فانا شو مقطع هون راح يقطع لي اللاتس على اساسه. اول ما بطلع عليه على البارامترز في عندي قسمين، في عنا شيء اسمه ستراس وعنا شيء اسمه جوينتس. ستريس هن الجوائز والجوينتس هن العقد هاي اللي شايفينها. طبعا عم يعطينا خيارين، بدي جوينتس اونلي بس عقد ولا ستريس اونلي ولا البوث اثنين. على العقد ما بعرف، ما بحس الا طعمي، رح ناخذ ستريس اونلي. طبعا اول مربع بتحكم فيه هون بتحكم فيه بخصائص الستريس، خصائص الجوائز يعني قديش قد بدي سماكتها سيجمنتس، زيد تقسيمات لإلها، ممكن زيد سايدز، ممكن اعمل له مثلا في عنا خيار هون حلو اسمه اجنور هيدن ايدج، هذا اذا لغيته حول اياهم للجوائز وشكلها شايفين. ففي خيارات كثير حلوه فيه. في عنا شيء بعده اسمه جوينتس، انا اذا كنت مفعلهم ممكن اقول له بوث، صار عندي هون عقد وقتها بتحكم فيها هون شو قد قياسها مثلا، شو نوعه، ممكن زيد سيجمنتس هون واعطيه سموث. فممكن تحكم فيها بهالخصائص هاي. هلا انا ما بحب الجونز، رح الغي، خلينا نشتغل بس بستريس. هلا عندي جائز هيك ماشي، هذا ممكن نركب اوامر تعديل مع بعض، اضيف له بند تمام ونعمل له انحناء. طبعا هون المحاور ما شفناها من شوي، هاي بحدد اين المحور بده يطعج معي. يعني انا لما بكون سلندر عندي اياه طوله على الزد، فالمحور بده يطعج معي شو هو؟ محور زد. بينما هون بهالحاله هاي مين اللي لازم اختار؟ حسب طوله، هو طوله وين جاي؟ على الاكس، ما هيك؟ هي محور الاكس، فهون بقول له لا اعمل لي البند اكسس هو الاكس، وقتها بيطعج معي تمام. ممكن اعطيه بند حصل انا بهالشكل هذا. طبعا هون لازم ارجع ازيد سيجمنتس تمام. هلا طالع معي مكسر هون، كان لازم الغي السيجمنتس من هاي، طلع معي جوائز مستقيمة. طبعا هذا الشكل الصح. فشايفين من اوامر التعديل من بوكس يعني انا قدرت اوصل لهيك جسم. فممكن تخيلوا يعني شو الامكانات ممكن نوصلها عن طريق بس كم امر تعديل. هذا هو معناته امر تعديل اللاتس. في عنا امر تاني حلو كمان، هو امر تشكيل عشوائي خلونا نقول، او امر جعلكي اسمه نويز، من اسمه نويز. هالامر هذا مسؤوليته انا اذا بدي اعمل مثلا حجره، بدي اعمل مخده مثلا، طب شكلها شو هي؟ شكلها عشوائي ما إلها شكل محدد، بس ممكن انا اوصل لها من مجسم بسيط اللي هو ممكن يكون سفير. رح نضيف امر النويز. امر النويز له قيمتين بندخلهم فيها. هلا انا عندي السفير، اخذ الشكل هذا تمام. امر النويز مهمته اني انا اوصل الجسم ل شكل مجعلك مثلا هيك شيء، ما حكي انا ممكن يكون حجره، انا ممكن طبيعي على الشامفر بوكس وصل منها لمخدي لطراحات فرش. فهون له قيمتين، اول قيمه بدي احدد له شقد المجال هاد، يعني هذا بدي اياه مثلا كبير ولا ضيق. القيمه الثانيه اللي هي التموجات هاي، بدي اياها ناعمه انسيابيه ولا لا، حدي كثير تاخذ الشكل هاد مثلا. فاول قيمه يعني هون اسمها سترينث، هاي اول قيمة نفيتي سترينث، وهون القيمة الثانية بنسميها سكيل.
نرجع على الماكس هي سترينث الاكس والواي والزد. فانا هون كل ما بزيد هالقيمه هاي اعطيه مثلا 50 50 ب 50. هون شو اعطيت مجال اكبر للتموجات هاي. سكيل اذا صغرتها شايفين شلون عم يجعلك مع الشكل هي شوي شوي بعدين تشوه عندي. طبعا ممكن هون صغر القيم ل وصلت لهالشكل هذا مثلا. مثل ما قلت لكم في له تطبيقات حلوه بس اجمالا نحن ممكن نستعمله ل قطع فرش لهيك شيء. كيف نتحكم بالتصاوب فيها؟ يعني نعرف الشكل اللي راح يطلع معنا هلا ما عن طريق النايز. هو مهمته انه عشوائي عرفت شلون؟ يعني هو مهمته مشان طالع لك ايه بس مجرد انه يعطيك شكل عشوائي. بس بعدين رح نشوف اوامر ثانيه ممكن اوصل منها لتشكيل معين. هي شفنا النويز. في عنا امر ثاني كمان حلو مرتبط فيه نوعا ما امر معقد هو امر تشكيل حر. هي بوكس ماشي. اذا رجعنا على اللوح اذا انا عندي بوكس مثلا بهالشكل هاد تمام. فبدي البوكس مثلا بطريقة ما وصلوا انا ل ياخذ مثلا هالشكل هاد تمام. فانا بدي هون الشيء امر شكله تشكيل حر رح توصل لهالنتيجة هاي. هلا الامر اللي بدنا ناخده هو رح يضيف لي عبارة عن هيكل على الجسم بهالشكل هاد. عم يعطيني عند كل تقاطع خطين منه عبارة عن نقاط. هاي النقاط كيف ما بحركها شو رح يصير بالجسم؟ رح يتشكل على اساسها. يعني هاي النقطة مثلا لما رح مطها لفوق رح يصير ياخذ الشكل هالشكل هاد مثلا. لما بعد هاي لهون رح ياخذ هيك تمام. فهالامر هذا بنسميه اف اف دي بوكس او اف دي دي بوكس. اول ما بننتقل على الماكس وبنحاول نطبقه على الجسم بالموديفاي فبنلاحظ انه هو مجموعه اف اف دي عفوا ما اف دي دي اف اف دي بوكس. بلاحظ انه هن مجموعه اوامر. في عندي 2 ب 2 3 ب 3 مثلا. في عندنا شيء اسمه بوكس. هلا هدول حسب شو طبعا الارقام يعني عم يعطيني اياهم مشان شو شفت القيم اللي شفناهم شوي هون. فحسب هالقيم هاي شو بدي نقاط. يعني انا لما بكون عندي نقاط قليله بقدر اوصل منهم لشكل معين والتعامل معه بيكون سهل. بينما لما بكتر النقاط اكثر طبعا بقدر اوصل لاشكال معقده بس شو رح يكون التعامل معهم؟ صعب. فهي بكون تخلوها ببالكم. رح اضيف على بوكس هذا مثلا امر ال 50 بوكس 3 ب 3 ب 3. شفت المحاور هاي اللي رسمتها من شوي طالع لي هيكل ومعه نقاط مساعده. هلا النقاط المساعده هاي انا ممكن اتحكم فيها عن طريق الموف طبعا حددها مثل ما اخذنا من شوي سلايس بلين. بحرر الاف اف دي بوكس شو باخذ منها هون؟ كنترول بوينتس. اخذ منها مثلا هاي النقطه وارفع لفوق. طبعا ملاحظين الامر هون ما تطبق صح. شو السبب؟ السيجمنتس. فرح نرجع هون على البوكس نزيد سيجمنت. شوفوا النتيجه ما احلاها بتطلع. هاي لل اشكال المجسمات العماره كتل العماره المعقده والقشريات كثير مفيد. ناخذ هون كنترول بوينتس ممكن انا اتحكم فيه ما حكينا عن طريق الموف. وصلنا لاشكال معقده كثير تمام. في ملاحظتين بس على اف اف دي بوكس. نضيف له هون مثلا 3 ب 3. خلينا نحسب هذا. هلا اول ملاحظه انه النقاط دائما ما لازم اغير ترتيبها. يعني انا ما باخذ مثلا نقطه هون بدي اغير فيها مثلا بدي اضغطها ما بعمل له هيك بضرب الجسم او هيك. هاي النقطه كانت الاولى لازم تبقى الاولى اول شيء. يعني ما بغير ترتيبها ممكن تصير ثاني وحده بتشوه الجسم معي. لما بدي اضغط اكثر وصلت لهون هذا الحد برجع باخذ التنتين وشو بنعمل لهم؟ نضغطهم اثنيناتهم. فدائما الترتيب بدي حافظ عليه. هي اول ملاحظة. النقطة الثانية انه انا لما بدي اتحكم على المنظور التحكم فيه صعب، رح اتحكم دائما على الواجهات.
اريح لي بالشغل، ممكن اوصل لشيء دقيق. بس انا لما نطلع الواجهه هون شايف نقطه، بس بالواقع هني كم نقطه؟ ثلاثه. تمام، فانا هون ما في شيء بنقر نقر وبحرك، بكون هون حركت نقطه من اصل ثلاث نقاط. هاد الشيء غلط. شو بنجي بنعمل؟ تمام، نفتح نفس تحديد حواليهم، هيك بضمن انه انا محرك ثلاث نقاط. تمام. ملاحظة تانية كتير مهمة، أنا إذا بحرك نقطتين بشكل متناظر، يعني عندي هون يمين ويسار، هدول بدي أحركهم بشكل متناظر، فشو ممكن نعمل هون؟ طبعاً على الواي هون ما في مشكلة، عم يتحركوا معي، بس إذا بدي أقرب وبعد، فهون بدنا نرجع لأمر السكيل، ناخذ أمر السكيل وعلى الإكس، هي عم أضغط هون ووسع هون، تمام؟ ومثل ما قلت لكم انتبهتوا لما حددت ما اجيت حددت نقطة بنقطة. شو حددنا؟ نافذ التحديد كنترول، نافذ التحديد تاني، وعملنا امر سكيل. اوكي، فهذا هو امر الـ FFD box. يعني طول ما رح نطبق مشاريع رح نلجأ له بكذا كذا تمرين. هلا هون في عنا تمرينين ممكن نطبقهم ب تمارين الفرش. في عنا هاي قطعة فرش من الفرش الحديث، وطبعا هون ضايفين لها مع موضوع البولر اري. وفي عنا هاي اثنين اكثر ممكن نطبقها. طبعا اول وحدة هاي من شو مكونة؟ تمام، سلندر هاي او تشامفر سلندر هون، وبعدها شو عاملين لها؟ مشان انا احميها. لا بين، تمام، عاملين لبين. طبعا مشان الواجهه تاخذ معي الشكل هذا بدي اطبق لها هون اف دي بوكس، مشان يعني واجهتها هون بالبند العادي رح تطلع معي رح تطلع معي هيك. فانا مشان تاخذ الشكل هذا هاي واجهه الكرسي هيك، تمام، بدي اطبق لها الاف دي بوكس مشان اقدر شكلها. تمام، فاول شيء حكينا من تشامفر سلندر رح طبق له هون، والقسم الجواني كمان عبارة عن تشامفر سلندر ممكن نضغط عن طريق الـ FFT box. تبع عندي القاعدة عبارة عن سلندر، والقاعدة تحتانية شو؟ سلندر، وشو عاملين له؟ تيبر أو سفير ممكن، بس هون هاي المطبقة مطبقة عبارة عن سلندر وتيبر. فهي العنصر هذا، موضوع بسيط. في عنا هون القطعة هاي، قطعة الفرش هاي، الصوفة عبارة عن تشامفر بوكس، وهون كمان تشامفر بوكس. مشان نشكل الشكل هذا شو ممكن نشكله؟ FFD بوكس. وشايفين هون مثلا المخدات ما ضايفين انه والله تشامفر بوكس وخلاص، شو عاد معدلين عليها؟ حتى شوفوا كل وحدة اخذ شكل، يعني هذا التنوع كثير بيعطي حركات حلوة. فضفناها وضفنا لهم اف اف دي بوكس مثلا وعدلنا عليهم لحتى ياخذوا الشكل هذا. بيبقى طبعا القاعده تحت او اجرين الصوفة من ناخذ سلندرات ومن ميلهم، فموضوعا نوعا ما بسيط. طيب رح ناخذ نبدا باول وحده منهم، رح ناخذ هون تشامفر سلندر. تمام، رح ازيد السايدز، ممكن هون ازيد الفيلت سيجمنتس. وصلت انا لهالشكل هذا. هذا شو ممكن نعمل له؟ بس رح اعمل له روتيت على 90 ونعمل له بين. تمام، حوالي الواي، بس شو بدنا نعطي دايركشن 90، يعني قبل كان عم يطعش بس الزاوية غلط، رح نعطيهم دايركشن 90، نضغطها بهالشكل هذا. طبعا النسب نعطيه سكيل، بس شوفوا هون مثلا انا ما عندي سيجمنتس قليل، شايفين شلون مكسرة تكسير ما طالعة نظامية. فرح ارجع على تشامفر سلندر، شو نضيف هون؟ كاب سيجمنت، هو المسؤول عن التنعيم هذا. هلا
اخذت معي هالشكل هاد، شو ممكن نضيف بعدها؟ شوفوا واجهتها شو شكلها. فهون ممكن نضيف لها FFD بوكس 3x3، FFD بوكس 3x3. اخذ كنترول بوينتس، شوفوا حددتهم كلهم وبنفس التحديد. اخذت الموف نزلناها لتحت، هي بكل بساطة. ممكن النسب اذا شايفينها فيها مشكلة، مثلا. فبالنتيجة انا وصلت لهالشكل هاد، تمام. بعدها شو بدنا نعمل؟ القطع النصانية، ممكن سلندر، ممكن شامفر سلندر، الفرونت، عفوا هي شامفر سلندر، ما في مشكلة. هلا الحجم انا ما كتير عم دقق عليه، عفوا ارجع الفرونت. بس الفكرة بدنا نظبطهم بعد شوي بالاف دي بوكس. هلا هي رح تاخذ هالمكان هذا، بنرجع هايت ورح ازيد السيجمنتس شوي، هي على الهايت سيجمنتس. رح اضيف هون الاف دي بوكس 3x3، تمام. كنترول بوينتس ممكن اسحب هون مشان تتشكل معي، قصدي بالفراغ النصاني، اضغط هون شوي على السكيل. هون رح ناخذهم على السكيل كمان، شوفوا شكلت معي على الفراغ تماما. رح نزلها لتحت شوي على الزد، تمام هيك. شو ممكن نعمل كمان على الفرونت؟ رح اقول له القسم اللي وراني اعمل لهم شو، اضغطهم شوي، تمام، على الليفت، يعني ما بخليها هيك شكلها جامد. سكيل كمان شوي، تعطينا حركات كتير حلوة. فاخذت معي هالشكل هاد، شو سهل الموضوع ما هيك؟ شوفكم انا بقيان طبعا طبق لها، بس عبارة عن سلندر. تمام، هاي اول، بحب التفاصيل، رح اضيف اول وحدة بهالشكل هاد. بعد رح اخذ نسخة تانية، كوبي، اضغطها، نحطها لتحت، تمام. ممكن اخذ هاي نفسها كوبي، وشو نعمل لها؟ هايت تيبر. ممكن بدي اضطر ازيد الراديوس مثلا، وتيبر هيك. ممكن جزء من السفير، ما غلط كمان، برتب كثير كأنه. فبالنتيجة نحن نكون وصلنا للشكل هاد. شوفكن يا جماعة. نخرج. طيب نحط كم خدي بالنص، هاي تشامفر بوكس رح ناخدهم اوتو جريد. هي فيلت، يعني تخيلوا قال مثلا في طلاب بحطوا هيك والله تشامفر بوكس، انه هاي على اساس مخديه، على اساس يعني. طب والله يعني موضوع ما كثير. خلصنا يلا. فعم نحكي انه تخيلوا مثلا انه والله هاي اساس مخدي مثلا. طب والله شكلها ما ظبط، ناخذ الاف دي بوكس مثلا 4x4. ممكن ناخذ كنترول بوينتس على التوب، معلش الزوايا ترجع على صفر. احمد معلم هي الاف دي بوكس كنترول بوينتس. هلا على التوب ممكن اخذ مثلا هاي المجموعة، او رح اخذ نصانيات دول. عم اكبس كنترول انا مشان احدد الكل، ماشي، ونضغط على النص. والله كان لازم ناخذهم بالعكس، ناخذ الاطراف من هيك، تمام.
الشكل هذا. يعني شوف الفرق بس هيك كبستين اعطاني فرق كبير بالشغل. طب غير هيك شو ممكن كمان نضيف؟ هلا ممكن انا حسب توضعها طبعا بالهاي هلا من عندي لها، بس قصدي رح اضيف شوية شو قلت؟ طيب ممكن نعطيه شوية نويز هي عزيت مثلا اعطيها سكيل، شايفين؟ تمام. مثلاً كوفي هلا ممكن بعد ما نخلص ناخذ من هون كنترول بوينتس مثلا نتحكم فيها على اساس مايلي على الارضية او هيك شيء. طيب كنا نعطيهم الوان تمام. فهذا هو كان تمرينها. الدرس هاي بحاول تطبقوا معي، نعمل شغلات بسيطة مثل هيك عشان تقديركم على الشغل. تمام لهون؟ نحن بالجلسة الثانية لسه، فلسه عندنا 15 جلسة بنعقد الأمور أكثر وأكثر يعني. حدا عنده شيء أسئلة؟